عارفه يا دنيا، انا من زمان قوي وانا نفسي اعيش اليوم ده، بس كنت خايفه قوي اعيش لوحدي. انما دلوقتي بقى الحمد لله انتي وسويلم زينه وجود كلكم معايا، وانا عارفه ان انتوا فرحانين لي زي لو كانت مامي الله يرحمها معايا، ويمكن اكتر. عارفه كلامك ده شبه ايه؟ ايه؟ الروج الايتم اللي انتي حطاه. ايه ياما اللون ده هيطفش، اقسم بالله ايه القرف ده؟ بس عليكي حطي حاجه حمرا كده لعلعي معانا. لا ايه القرف، انا هفومت منك. هو انا رايحه فرح شعبي فومت؟ انتي متخلفه يا بنتي. بصي نمبر 1 عشان بس اعلمك حاجه لدنيتك، علمني. الروج ده لايق على الدرس. نمبر 2 انا لازم ابقى سامبل، ما ينفعش الافوره. هو مش بيحب الافوره، كلهم يحبوا لا كلهم بيحبوا الافوره. هما مين اللي بيحبوا الافوره؟ هيكونوا مين الولاد؟ يا الف مرحب، منورين. معلش احنا اتاخرنا عليكم هبابه، بس بردك انتم اتاخرتم الاول. انا زهقت، كنت طالعه انام. ايه ده؟ معلش يا ماما، يعني هم ناس طيبه والبنت ضحيه زي ما انت شايفه. معلش يا طنط، احنا اسفين ان احنا اتاخرنا حضراتكم، بس يعني انت عارفه الطريق كان زحمه. معلش كان زحمه. انتوا مكسوفين تقولوا ان انتوا مدلوجين على بنتنا؟ ما احنا عارفين، وشيء يفرحنا. احنا نحب انكم تكونوا مدلوجين على بيتنا، اصل بيتنا مش اي بيت، دي بنت سيد سويلم على سن ورمح. ولا تمام الجوازه شكلها هتبوظ ولا ايه؟ عموما احنا جايين نخطب ياسمين بنت سيد سويلم الله يرحمه، وقالوا لي انك انت بقى تبقي مرات باباهم الاولانيه. ايوه حبيبتي انا الاولانيه، بس انا بقى ستهم كلهم. ولا انت عندك راي تاني؟ طبعا. إيه لا ماليش، الله يرحمه مات بقى هو اللي يعرف. معلش احنا اسفين يعني منورين والله. منور يا ابو علي والله. ده نورك يا ابني والله. بس هو عدم المؤاخذه في سؤال، وحضرتك تبقى مين؟ نعم معلش، بابا عيان. هو بابا عنده الزهايمر، تعبان بابا عيان. ولا قوه الا بالله. لا الف سلامه، منوره يا ام علي والله. ميرسي. الله يخليك. ايه ام علي دي؟ اهلا وسهلا. اهلا ايه الزهايمر دي؟ ايه الزهايمر دي؟ يعني تعبان يا ام وخلاص. ليه؟ ما الراجل بينسى يعني، بينسى. منور يا حاج.